موضوعنا النهاردة اللي هو الاستجماتيزم. احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على مايوبيا هايبرمتروبيا، ده نوع من الايرور بنسميه سفيريكال ايرور. الاستجماتيزم ده نوع بنسميه توريك سيرفيس، هو اللي بينديوس الاستجماتيزم ده، وده اللي بنسميه استجماتيك ايرور. استجماتيزم لو بدرجة كبيرة الإنسان بيشوف الصورة ديستورتد بالشكل ده، يعني لو في سيركل ممكن يشوفها أوفل أو ديستورتد في شكل مختلف. استجماتيزم بنقسمه ريجولار وإرريجولار، فأنا هبتدي بالجروب الأولاني اللي هو الريجولار استجماتيزم. في عندي حاجة اسمها سفيريكال سيرفيس زي اللي فوق، وفي توريك سيرفيس زي الرسمة اللي تحت. سفيريكال سيرفيس زي سطح الكورة، سطح الكورة لو أنا بصيت في الميريديا الهوريزونتال او في الميريديا الفيرتيكال او في اي اوبليك ميريديا، الكيرفيتشر هو هو سطح الكوره، الكيرفيتشر في اي ميريديا نفسه. سطح المعلقه او سطح البرميل هو توريك سيرفس. لو جبت معلقه وقلبتها وبصيت على ظهرها هتلاقي ان الكيرفيتشر في اتجاه غير الكيرفيتشر في العمودي عليه، او البرميل في وان ميريديا ليه كيرف معين وفي العمود عليه كيرف تاني خالص، ده اسمه توريك سيرفس. فلو بصينا مثلا تخيلنا ان السطح الريز اللي داخله في عدسه بالشكل ده داخله هوريزونتالي، لو قلت لك ان الميريديا ده قوته 5 يبقى الريز اللي داخله في السيرفس اللي قوته بلس 5 هتتجمع في بوينت على بعد 20 سنتي سواء فوق او تحت، خلاص الاثنين 5. تعالى بقى الفيرتيكال. في الحالة الأولانية بما إن ده سفيريكال سيرفيس الفيرتيكال برضه 5، فالريز اللي داخلة فيرتيكالي برضه هتتجمع عند 20 سنتي في نفس النقطة. لكن في المثال اللي تحت لو قلت لك إن السطح ده الكيرفيتشر بتاعه بلس 2 بس، يبقى الريز اللي داخلة في 2 هتتجمع على بعد 50 سنتي، يبقى اللي دخلت في الهوريزونتال اتجمعت على بعد 20 واللي دخلت في الفيرتيكال اتجمعت على بعد 50. ان بتوين في ميريديا مختلفه بين الهوريزونتال والفيرتيكال ليه قوه مختلفه، الريز اللي داخله في الزونز اللي ان بتوين دي هتتجمع في بوينتس بين ال 20 وال 50. يبقى انا في الاخر في المثال الاولاني الفوقاني اللي هو السفيريكال سيرفيس كل الريز في اني ميريديا اتجمعوا كلهم في الاخر في بوينت، لكن في السيرفيس التحتاني اللي هو اسمه توريك سيرفيس الريز اتجمعت في بوينتس او في لاين. هو ده السيرفيس اللي بسميه توريك سيرفيس، وهو ده السيتويشن في حاله الاستجماتيزم. ريز هوريزونتال ريز فيرتيكال، في المثال الاولاني everything اتجمع في نفس البوينت، في المثال الثاني الريز اتجمعت in a line not in a point. ده الفرق بين السفيريكال سيرفيس اللي هو بيعمل لي المايوبيا والهايبرمتروبيا، والتوريك سيرفيس اللي هو بيعمل لي الاستجماتيزم. نوضح الكلام ده اكتر. الريجولار استجماتيزم يحصل لو عندي توريك سيرفيس في الصفات الاتية، في وان ميريديا very strong زي هنا الهوريزونتال ده، وانذر ميريديا very weak وبينهم زاوية 90 درجة، وفي gradual change of power as we go من ال strong to the weak. لو الشروط دي توفرت كلها يبقى ده اسمه will induce regular astigmatism. مثلا الكورنيا دي الريز اللي داخله فيها horizontal الريز اللي داخله vertical كان ال vertical meridian ده بدل ما هو 42 كان 50 very strong، فهيجمع لي الريز focus على ال vitreous. الريز اللي داخله horizontal كان 42 بالظبط، فده امتروبيك هيجمع لي الريز على الريتنا، واللي ان بتوين هيجمعوا في بوينتس ما بين الريتنا وفي الفيترس. الريز هنا اللي داخله فيرتيكال جت على الريتنا، الريز اللي داخله هوريزونتال جت في الفيترس. يبقى انا عندي الفوكال لاين اللي حصل وان اند على الريتنا وان اند في الفيترس، ده هسميه سمبل مايوبيك استجماتيزم. في المثال ده الريز الفيرتيكال جت على الريتنا، الريز اللي داخله هوريزونتال كان ويك، كان بدل 42 كان 38، فجاب الريز ورا ناحيه الهايبرمتروبيا فبقت البوينت الثانيه اون ذا هايبرمتروبيك سايد. ده الفوكس بتاعي، عندي لاين وان اند اون ذا ريتنا والاذر اند
هايبرمتروبيك والباقي ان بتوين، ده اسمه سمبل هايبرمتروبيك استجماتيزم. في المثال ده الفيرتيكال على الفيترس مايوبيك والهوريزونتال مور مايوب، فبقى عندي لاين ذا هول لاين ان ذا فيترس كافيتي، ده اسميه كومباوند مايوبيك استجماتيزم. المثال ده وان ميريديا هايبرمتروب، السكند ميريديا اولسو هايبرمتروب، والان بتوين ذا هول لاين بيهايند، ده اسمه كومباوند هايبرمتروبيك استجماتيزم. المثال الاخير وان بوينت سترونج قوي الميريديا بتاعها فبقى مايوب، السكند ويك قوي فبقى هايبرمتروب، and this is the whole line part منه ناحيه المايوب وبارت منه ناحيه الهايبرمتروب، ده اسمه ميكسد استجماتيزم. So we have simple astigmatism اما يبقى one of the ends of the line on the retina. Compound اما يبقى two ends of the line ناحية الميوب او ناحية الهايبرمتروب، ومكسد اللي هو ناحية ميوب وناحية هايبرمتروب. هي دي العلاقة اللي ممكن تكون ما بين اللاين والرتنة، يا اما one end of the line على الرتنة، يا اما two ends بعيد عن الرتنة، يا اما one end قدام الرتنا والسكند اند بيهايند ذا رتنا. وبالتالي احنا بنقسم الاستجماتيزم الى سمبل لو وان اوف ذا اندز على الرتنا، وكومباوند لو تو اندز يا اما مايوب او هايبرمتروب، وميكسد لو واحده مايوب واحده هايبرمتروب. في عندنا حاجه اسمها استجماتيزم وذ ذا رول واستجماتيزم اجين ذا رول. لو لقيت عندي استجماتيزم كان الفيرتيكال ميريديا بتاعه سترونج مور كيرفد، ده اسمه استجماتيزم وذ ذا رول، واذا حصل العكس ده اسمه استجماتيزم اجينست ذا رول. نورمالي ان انا عندي ان الفيرتيكال الكورنيا العاديه بتاعتنا بنقول ان لها ليه ديمتر 11 فيرتيكال 12 هوريزونتال، يعني الفيرتيكال مور كيرفد. فلو لقيت عندي استجماتيزم شكله زي النورمال بقول ده الرول ماشي متبعه، فسميه استجماتيزم وذ رول. ده ديسكريبشن ما يفرقش مع اي حد حاجه، بس ده الترم احنا بنستخدمه مش اكتر. الايتيولوجي بتاع الاستجماتيزم يا جاي من الكورنيا يا جاي من اللينز. كورنيا كونجينيتالي، واحد مولود او في سن معين الكيرفيتشرز اوف ذا كورنيا بتاعته هتختلف، يعني وده معظم الناس اللي لابسه نظارات، ممكن يبقى مايوب بس وممكن يبقى مايوب وشويه استجماتيزم، هايبرمتروب وشويه استجماتيزم، ويظهر في اي سن. ممكن يحصل نتيجه كريتكونس، كريتكونس قلنا اللي هو فيه كورنيا مور كيرفد فعملت مايوبيا. لو الكون ده بقى ليتل بيت داون او داون النيزل، الكيرفيتشر اتغير في اتجاه عن الثاني، ذس ويل انديوس فوق المايوبيا كمان استجماتيزم. الاكزامبل الثالث سيرجري، افرض انا بعمل كراتوبلاستي، دخلت عند عيان ورحت شايل 360 درجه كورنيا وجبت جرافت بنفس المنظر حطيتها وخدت ستيتشز. الستيتشز اللي بتاخد مش هتعمل تراكشن اول اراوند ذا سيم، ممكن التراكشن في وان ميريديا يكون اكتر من انذر ميريديا، ذس ويل انديوس استجماتيزم. لينز بروبلم زي الانتيكونس اللي هو شبه الكراتوكونس، ان السنتر بارت اوف ذا لينز بقى مور كيرفد عمل مايوبيا، لو الكون ده بقى ليتل بيت ديسنترد عمل كمان استجماتيزم. سبلكسيشن اوف ذا لينز، سبلكسيشن يعني واحد عنده الزنيول حته منه اتقطعت. احنا عارفين ان اللينز بتاعتنا مشدوده بالسسبنسوري ليجمنت في 360 درجه عشان تمسك في السيلياري بودي. لو جزء من ال 360 درجه بتوع الزنيول اتقطع يبقى الميريديا ده مش هيبقى فيه تراكشن فيبقى مور كيرفد، وايل العمودي عليه نفس الاوريجينال تراكشن موجوده فالكيرفيتشر ما اتغيرش، يبقى عندي اللينز اتغيرت الكيرفيتشر في ميريديا وميريديا لا، ذس ويل انديوس استجماتيزم. لو الكات اكتر شويه اللينز نفسها ممكن تبقى تلتد بدل ما هي بارل تو ذا كورنيا بالظبط بارل تو ذا ايريس بالظبط بقت سنه في جنب تلتد، ذس ويل تشينج ذا كيرفيتشر ان وان ميريديا اند نوت ذا اذر اند ذس ويل انديوس استجماتيزم. الناس اللي عندها استجماتيزم ايه مشكلتها؟ لو كميه الاستجماتيزم كبيره الصوره هتبقى ديستورتد زي الشكل اللي شفناه في الاول. لو كميه الاستجماتيزم قليله هيجي له اي سترين. اي سترين يعني بين في العين او اراوند ذا اي، هيديك، لاكريميشن، ريدنس، ريكرنت ستايز بالفرايتس، كل السيمتومز دي بعضها ممكن يظهر، ده اسمه اي سترين. سببه ان لو انا استجماتيك مثلا في 1 ميريديا بلس 1 هايبرمتروب 1 وفي السكند ميريديا بلس 2
وانا عايز اصلح روحي، هبتدي اعمل اكوموديشن. لو عملت اكوموديشن 1 هصلح 1 ميريديا والتاني اندر كوركتد، لو عملت اكوموديشن 2 هصلح التاني والاولاني بقى اوفر كوركتد. فذا بيشنت تراينج تو اكوموديت، عشان طول الوقت عمال يجرب ده، طب يجرب ده. This continuous effort of accommodation هو ده اللي هيخلي يبقى في عندي eye strain. هنشخص ازاي استجماتيزم؟ ممكن اشخصه وانا بعمل ريتينوسكوبي. ايه هو الريتينوسكوبي؟ To diagnose astigmatism we can diagnose it by doing retinoscopy. Retinoscopy it's an objective technique من خلاله بنقدر نعرف ال state of refraction بتاعت العين اللي احنا بنفحصها. نقدر نستعمل plain mirror او نقدر نستعمل streak retinoscope. الدكتور بيبقى قاعد قدام العيان راسهم على نفس المستوى، الدكتور ماسك في ايده مراية، في source of light بيتعكس على المراية دي عشان يخش جوه عين العيان، كل الميديا ترانسبارنت لحد ما نوصل للكورويد. الكورويد اول حاجة اوبيك بتعكس الضوء، الكورويد كله blood vessels، فالضوء اللي بيرجع لونه احمر والدكتور بيشوفه فبيشوف red reflex. الدكتور بيمسك المراية او الستريك ريتينوسكوب ويحركهم في اتجاه ويشوف ايه اللي هيحصل في red reflex. ده الستريك ريتينوسكوب عبارة عن بطاريات تنور لي لمبة، واللمبة دي تطلع رئيس تتعكس على المراية عشان تخش جوه عين العيان، وبيبقى فيه هنا حاجز يخلي الضوء ده بدل ما هو ديفيوز لايت يبقى باند او ستريك، والضوء بيرجع والدكتور بيشوف الريد ريفلكس. ده اللي بيحصل. الدكتور ما بيحرك الستريك في اتجاه ممكن يلاقي ان الريد ريفلكس ماشي مع نفس حركة ايده، او ان الريد ريفلكس بيتحرك عكس حركة ايده، او ما بيتحركش خالص. اذا الدكتور لقى ان الريد ريفلكس بيتحرك مع حركة ايده يبتدي يحط بلس لينزس قدام البيوبل ويعيد التست، بيزود الباور اوف ذا بلس لينزس لحد ما الريد ريفلكس ما يتحركش، واذا كان بيتحرك اجينست يبتدي يحط ماينس لينزس ويزود الباور لحد ما الريد ريفلكس ما يتحركش. العدسة اللي احنا استخدمناها عشان نوصل ان الريد ريفلكس ما يتحركش هي دي اللي بتفهمني الايرور اوف ذيس اي شكله ايه. ممكن مثلا واحد يكون عنده الهوريزونتال ما زيرو والفيرتيكال زيرو، ممكن واحد يكون الهوريزونتال ماينس 2 والفيرتيكال ماينس 2 بلس 5 بلس 5، ده كل دول ما عندهمش استجماتيزم. لو لقينا 1 ميريديا مختلف عن الثاني يبقى الناس دي عندها استجماتيزم. الطريقة التانية اللي ممكن نشخص بيها الاستجماتيزم لو قلنا العيان يبص على الاستجماتيك فان. ده شكل الاستجماتيك فان، عبارة عن نص دايرة فيها شرط، العيان بنقول له انت شايف ايه؟ عيان قال لنا انا شايف ان الخط الفيرتيكال واضح جدا، لكن لما بمشي في الاتجاه الهوريزونتال بتبتدي يحصل زغللة، والزغللة دي ماكسيمم اما بوصل للعمودي على الفيرتيكال، يبقى ده عنده استجماتيزم. الطريقة التانية ان احنا ممكن نستخدم كراتوسكوب. كراتوسكوب اللي احنا شايفينه ده اما بنفتحه بيبقى عبارة عن دوائر كده سيركلز منورة، بنقرب لعين العيان ونشوف شكل السيركلز دي على الكورنيا شكله ايه. في عندي حاجة اسمها فوتو كراتوسكوب، هو نفسه بس عليه كاميرا عشان اقدر اعمل كابشر للصورة ونشوف السيركلز دي شكلها ايه. مثلا هنا السيركلز بيرفكت راوندد يبقى الكورنيا دي منتظمه، هنا البيرفكت اوفال يبقى الكورنيا دي فيها ريجولار استجماتيزم، هنا السيركلز ديستوربت خالص يبقى دي الريجولار استجماتيزم. ودول برضو اكزامبلز تانيين لحالات ريجولار استجماتيزم. دي مثلا صوره لحاله ماركت ديستورشن، دي الريجولار استجماتيزم. طلع بعد كده جيل من الأجهزة اسمه كورنيال توبوغرافي، هو برضو معتمد على نفس المبدأ الرينجز اللي هي بتاعت الكراتوسكوبس، بنحط الصورة الرينجز دي على الكورنيا والضوء اللي ريفلكتد باك من الكورنيا الجهاز بيستقبله ويحلله حسب شدة الإضاءة بتاعت كل بوينت اللي راجعة بيبتدي يحولها إلى باورز، فيقدر يقول إن الباور أوف ذا كورنيا في النقطة دي كذا، في النقطة دي كذا، في النقطة دي كذا. بعد كده بيبتدي يعمل ارتفيشال ماب
الماب الكالرز مثلا لونها احمر، الزون دي كلها الكيرفتشر او الباور بتاعتها بيساوي مثلا 50 دايوبتر. الرنج اللي بعديها مديها لون تاني عشان الباور 49 دايوبتر مثلا 48، وده الكي. اما بننزل لتحت هنا دي فلاتر، والازرق ده فلات خالص، وده الكالرز. يعني كل زون لها باور معينه بيديها ارتفيشال كالر معين، بالتالي بنعرف ان الحته دي كيرفد قوي او ان الحته دي فلات قوي. لو الكورنيا بتاعتي فيها استجماتيزم بيبان لي ان في عندي حته زي كده وحته تانيه مناظره ليها بالظبط واخده نفس الكيرفيتشر، يبقى ده استجماتيزم. والناحيه التانيه هتلاقيه ليس كيرفد، يبقى ده فلاتر شويه. بس عندي صوره كراتكونس، عندي هنا كون موجود ليتل بيت داون والكيرفيتشر فيه عالي. اجين دي صوره كراتكونس، دي صوره مور ادفانسد كراتكونس. يعني شوفوا الكيرفيتشر بتاع الكون هنا قد ايه، لكن هتشوفوا هنا الكون كبر قد ايه. يبقى التشخيص بتاعنا قلنا ريتينوسكوبي، استجماتيك فان، كراتوسكوبس، كورنيال توبوجرافي. والحاجة اللي بعد كده اللي هي ممكن تساعدني في التشخيص الكراتوميتر. الكراتوميتر ده جهاز بنستخدمه اساسا عشان نشوف الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا لو احنا عايزين نلبس العيان كونتاكت لانز، وبرضه بنستخدمه عشان نحدد الباور اوف ذا كورنيا لو احنا ناويين نزرع العيان انتراكرال لينز. لما بزرع انتراكرال لينز بستخدم فورمولا بدخل فيها قوه الكورنيا وفي نفس الوقت طول العين. طول العين بجيبه بالاسكان الالترا ساوند، وقوه الكورنيا بجيبه بالكراتوميتر. ده شكل جهاز الكراتوميتر. زي ما انتم شايفين في عندي هنا علبه صغيره بتطلع لي اضاءه، وفي هنا برضو علبه تانيه مطلعه لي اضاءه تانيه. مفروض ان الدكتور بيبقى قاعد بيبص من خلال التلسكوب ده على الكورنيا بتاعت العيانين. الماير ده صورته هنا والماير ده صورته هنا، والدكتور يقدر يقرب التو مايرز دول او يبعدهم عشان دول يلامسوا بعض. اما يلامسوا بعض اكزاكتلي بيبقى دي تساوي بالظبط الباور شكلها ايه. نيجي بعد كده للتريتمنت. الاستجماتيزم بنستخدم عشان نصلحه سيلندريكال لينزز. سيلندريكال لينزز هي عدسة مقطوعة متاخدة من سيلندر. السيلندر زي ما احنا شايفين ده اكزامبل لبلس سيلندر وده اكزامبل لماينس سيلندر. السيلندر عبارة عن اسطوانة ليها اكسس. لو نلاحظ ان لو في رايز داخلة along the axis ده straight surface هتمشي unaffected unbended خالص، لكن لو في rays داخلة perpendicular to the axis هي داخلة في axis في meridia في curvature وبالتالي هتتجمع. وزي ما ملاحظين السيلندر يبقى ليه zero axis zero power along the axis وليه maximum power perpendicular to the axis، وفي gradual change of power من the maximum to the minimum. مثلا افرض عندي عيانه ما عملت له ريتينوسكوبي، عرفت ان الميريديا الهوريزونتال ده قوي جدا ببلس 2 بماينس 2، يعني هو اقوى من الطبيعي ومحتاج ماينس 2 عشان يتصلح. الفيرتيكال ويك هايبرميتروبيك ميريديا محتاج بلس 2 عشان يتصلح. العيان ده لو حطينا له سفيريكال لينز بلس 2، سفيريكال لينز يعني تشتغل في 360 درجه، هتقوي كل حاجة تحتيها في 360 درجة، يبقى ده هيبقى قوي، هيبقى زيرو بدل ما هو ضعيف باتنين هيبقى مظبوط زيرو. ده اوريدي قوي باتنين ماينس تو، واحنا كمان هنقوي بالعدسة بتاعتنا بقى نظر تو، فوصلت ان الميريديال هوريزونتال بقى ماينس فور. اذا حبيت اصلحه هجيب سيلندر قوته ماينس فور وهحط الاكسس اوف ذيس سيلندر فيرتيكال عشان يشتغل هوريزونتالي فيصلح لي ده. وده اللي مكتوب هنا فوق بلس 2 سفير ماينس 4 سلندر اكسس 90. او ممكن اعمل العكس، ممكن ابتدي احط سفير ماينس 2 اللي هي هنا. ماينس 2 هتضعف اي حاجه تحتيها، ده هيبقى اضعف بدل ما هو ضعيف ب 2 هيبقى ضعيف ب 4، يعني هايبرمتروبيا 4. ده كان قوي
باتنين ومحتاج ماينس 2 عشان يتصلح، وانا فعلا اديته الماينس 2 فده هضعفه يبقى 0. الوضع الجديد ان الهوريزونتال 0 والفيرتيكال بقى ضعيف ب 4، هضطر ان انا اجيب سيلندر قوته بلس 4 احط له بحيث ان الاكسس بتاعه يبقى هوريزونتال علشان يشتغل في الفيرتيكال ويصلح لي ده. وطبعا السيلندر في جرادوال تشينج اوف باور من الماكسيمم تو ذا مينيمم، وده البريسكريبشن اللي تحت ماينس 2 سفير بلس 4 سيلندر اكسس 180. سواء كتبنا للنظاراتي الطريقه اللي فوق او الطريقه اللي تحت هي هي بالنسبه للعيان، تنفيذ العدسه هيبقى بنفس المنظر. زي ما احنا شايفين الترايل فريم اللي بنحط فيه العدسات في تدريج، وادي السيلندريكال لينز قوته ماينس 1 وادي الاكسس اوف ذا سيلندر. ممكن هنا مثلا الاكسس ده محطوط 120 يعني هيبقى افكتيف على الميريديا 90، اقدر الفف السيلندر ده واحطه في اي ميريديا انا عايزه اكوردنج الايرور فين. النوع الثاني من الاستجماتيزم اللي هو ما فيهوش الشروط اللي قلناها، وده بسميه الريجولار استجماتيزم. يعني مثلا الميريديا ده ام تروب اللي بعديه مثلا ماينس 1 ماينس 5 بلس 1 بلس 10 ماينس 20، اي لخبطه اي ترتيب. ده من قبله لو واحد عنده فين كورنيال اوباستي، زي لو واحد جاله كورنيا ألسر فيري سوبرفيشال فعمل لنا اوباستي خفيفه، او في الادفانس ستيجز بتاعه الكراتكونس واللنتيكونس ان الكون بيبقى ديستورتد جدا تو ذا سايز والكورنيا ملخبطه. الناس دي بتشتكي من اي سترين لان هي اتمبتنج تو امبروف الفيجن بان هي تشينج الاكوموديشن اول ذا تايم. لو جينا نعمل ريتينوسكوبي مش هيبان الموفمنت وذ واجينست، هتبان الموفمنت سبيننج بتلف، او في سيزرنج يعني حته من الريد ريفلكس باينه وذ وحته باينه اجينست. اذا عملنا ريتينوسكوبي هتبان لي الصوره ديستورتد بالمنظر ده، اذا عملنا كيراتوسكوبي الصوره تبقى ملخبطه كده، اذا عملنا كيراتوميتر الماير هتبقى ملخبطه مش هنعرف نجيب الان بوينت. النوع ده من الايرور الحل الوحيد ان احنا نصلحه ان احنا نلبس العيان بتاعنا كونتاكت لينز. فكرة الكونتاكت لينز ان once we put a contact lens على الكورنيا احنا we are going to cancel الكورنيا from the optical point of view. عشان نفهم الحكاية دي تخيلوا لو واحد فينا نزل تحت المية وفتح عينيه هيشوف صورة مزغللة، لأن أنا أما بفتح عيني مباشرة في المية الريز جاية من مية اللي هي ريفراكتيف اندكس 1.33 عشان تخش على الكورنيا اللي هي ريفراكتيف اندكس 1.36. هنا الفرق من 1.33 ل 1.36 قليل قوي، فكمية الريفراكشن هتبقى مينيمال جدا لدرجة ان الانتيو سيرفس والبوسيو سيرفس اوف ذا كورنيا والكانسل ايتش اذر والكورنيال باور هتبقى زيرو، يبقى فاضل لي بس لينز جوه العين هي اللي شغالة ليها باور 18، وبالتالي باور اوف ذا سيستم والدروب من 60 دايوبتر الى 18. لكن لو انا لبست نظاره السباحه هيبقى عندي حبه هواء قدام الكورنيا، وبالتالي الريفراكشن هيبقى ماكسيمم على الانتيور سيرفيس لان انا بتنقل من هواء الى كورنيا من 1 الى 1.36. هي دي نفس فكره لبس العدسه. وانس ان انا حطيت كونتاكت لينز تحت الكونتاكت لينز دي الدموع بتبقى ليها كم كبير شويه عن الطبيعي، يعني ليها تخانه كانها تحت الميه فتحنا، وبالتالي لو الكورنيا بتاعتي الريجولر بتتلغي لان الضوء بيتنقل من 1.33 ل 1.36، وده ديفرنس بسيط جدا. والباور كلها دلوقتي اتحولت الى الانتيور سيرفيس اوف ذا كونتاكت لينز اللي هي فاصله لي الهواء من الكونتاكت لينز. فالطريقه الوحيده ان انا اصلح الريجولار استجماتيزم زي الشكل اللي احنا شايفينه ان انا احط كونتاكت لينز، والكونتاكت لينز دي هتلغي الكورنيا فروم ذا اوبتيكال بوينت اوف فيو.